طيب ما خلصناها معي للمحاضرة الماضية، ضل فيها جزء معي. خليل عم يقول لي هل مفهوم القيمة السوقية للمصرف هي نفسها الأسهم؟ يعني قصدك تقول هل مفهوم القيمة السوقية للأسهم يعبر عن القيمة السوقية للمصرف؟ هيك قصدك بالسؤال ما هي؟ نعم، الجواب نعم. طيب نحن موضوعنا اليوم هو بدنا نبلش بموضوع جديد، إعادة هيكلة الشركات، ولكن بدنا نخلص الجزء اللي ضل لنا من المحاضرة الماضية بالأول، نخلصه بعدين نرجع بنبلش بهذا الموضوع الجديد اللي هو إعادة هيكلة الشركات. ما حنخلصه بالتأكيد، بناخذ جزء منه، يعني خطتنا ناخذ جزء منه، وبيضل بعد هذا الموضوع موضوع واحد بعدين نخلص. إذا نحن اليوم المحاضرة العاشرة، ضللنا محاضرتين يعني ال 11 وال 12. المحاضرة 12 عم بتطلع بالرزنامة بتجي 29 شهر. معي؟ محاضرة 12 بتجي 29 شهر. فأنا عم أقول إنه بنسبق للمحاضرة الأخيرة مشان الطلاب اللي بدهم يسافروا، اللي بدهم يلتزموا، اللي بيكونوا عم يحضروا حالهم اللي يحتفلوا برأس السنة، معي؟ فخلونا نسبق لقدام شوي. موافقين على الفكرة؟ تمام. بتصير يعني عم تحتفل براس السنة احتفالين، كبرت كل الخميس؟ لا ما كبرت، كبرت كل شيء. مصارف تجارية، شو يا اسامة عم تضيع؟ فصول يا اسامة، فصول ما بين مادتين هدول، هذاك يوم الخميس للمصارف التجارية. معي يا أسامة؟ دير بالك بكرة بالامتحان جاوب أسئلة الإدارة المالية من معلومات المصارف التجارية، دير بالك. إذا نحن وقتها إن المصارف التجارية أسامة بتجي ب 30، هذيك يعني بتجي ب 30 الشهر، أو بتجي ب 31، مو ب 30، بتجي ب 31 ليلة رأس السنة. فنحن عم نقول أسامة بده يحتفل قبل بيومين، يجهز حاله كذا وإلى آخره، معي؟ فبتصير أنت بليلة رأس السنة عم تحتفل احتفالين أو 3 احتفالات، احتفال إنك مخلص إدارة مالية واثنين، واحتفال إنك مخلص مصاريف تجارية، واحتفال رأس السنة نفسه، 3 صاروا. لا الوظائف بتكون مسلمة من 20 شهر، واحتفال انك مخلص الوظائف صاروا 4. واحتفال علامات الوظائف صاروا 5. طيب معناتها الكل موافق على الفكرة معي؟ شكرا يا علا، شكرا شكرا. إذا خلصوا المحاضرات مو معناتها أنتم موجودين ونحن موجودين، معي؟ نلتقى بمادة ثانية ما خلص العمر يعني. هلا ضل علينا نحدد الموعد، معي؟ نحدد الموعد. راح أعطيكم خيارين تختاروا واحد منهم، وبالأكثرية يوم الأربعاء هاد الساعة 8، ويوم الخميس هذا الساعة 8. اختاروا واحد منهم. صاروا 3 الخميس، 4 5 6. انتوا قد ايه عددكم؟ 2 4 6 8 10 11. معناتها الخميس، الأكثرية الخميس. إذا الأكثرية الخميس معناتها اتفقنا الخميس. الخميس الساعة 8. بيكون اللي عنده مصارف تجارية عنده على الستة، وبعدها عنده إدارة مالية اثنين،
عثماني تعويضيتين، محاضرتين تعويضية تسبيقيتين يعني. هيك بتوصل نحن بنكون امورنا جيدة، نكون مسبقين يعني على غيرنا، نشوف حالنا عليهم. طيب هلا بدنا نروح نرجع على مطرح ما وصلنا بالمحاضرة الماضية. هلا رح يتغير شوي عندك ال، رح تختفي الشاشة من عندك شوي لضبط التمثيل، تكة صغيرة يعني. طيب لهون وصلنا نحن معي. قيمة السهم العادي بفترات متعددة لا نهائية. نحن قبل هذا الشيء شو شفنا؟ شفنا قيمة السهم العادي لما بتكون الفترة محدودة. أسامة أنت عندك مصارف تجارية يوم الخميس معي وبدك تحضر أكيد. بقول لك بالمحاضرة وقتها، بقول لك بالمحاضرة إمتى مواعيد هي المحاضرة التعويضية تبع الإدارة مالية اثنين. شكرا يا راما، شكرا. إذا بعد المصارف التجارية أسامة، بعدها ناخذ أول شيء على 6 مصارف تجارية وعلى 8 إدارة مالية اثنين. إذا نحن بالنسبة للسهم العادي كنا نحكي بالآخر محاضر الماضي شفنا تقييم السهم العادي لما بنحتفظ فيه لفترة منتهية، بمعنى لما بيكون عندك سهم عادي تاخذ تدفقاته النقدية وآخر شيء بتبيعه. كان عندك تدفقين، تدفق اللي هي العوائد اللي بيدر لك إياها السهم العادي ولما بتبيعه. هذا خلصنا من هالقصة هاي. هلا اجينا لما بتكون عندك فترة متعددة بين قوسين لا نهائي، بمعنى انه انت لما بتشتري السهم العادي بتحتفظ فيه لفترة طويلة ابدية يعني. يعني انت ما انك مشتري لترجع تبيعه. بتقلي في هيك شيء؟ بقول لك طبعا في ناس بيشتروا اسهم مو غايتهم يتاجروا بالاسهم يبيعوا ويشتروا. بيقول لك انا بشتري سهم استثمار طويل الاجل بخليه عندي وباخذ عوائده، يعني لما الشركة المصدرة للسهم بتوزع ارباح. الحالة هي اللي بدنا نحكي عنها. هون لما بدك تحسب قيمة السهم نفس المبدأ اللي استخدمناه بالمحاضرة الماضية، لما كان عندك سهم تحتفظ فيه لفترة محددة، ولكن اللي بده يختلف عندك هون هو التدفقات النقدية. هون التدفقات النقدية عندك هي عوائد السهم اللي بدك تاخذها انت لفترة أبدية. لذلك حطيت لك بالقانون، هذا القانون هو نفس القانون يعني كفكرة نفس فكرة القانون اللي استخدمناه بحالة سهم عم تحتفظ فيه لفترة محددة. هون عندك القيمة الحالية للسهم تي صفر تساوي مجموع تي تساوي الواحد، هذا العداد للانهائي. ليش للانهائي؟ لأنه أنت عم تحتفظ فيه لفترة لا نهائية. مجموع شو؟ مجموع التوزيعات على شو؟ على واحد زائد معدل عائد مطلوب من قبل المستثمر أس تي العداد. عم تتابعوا معي كلكم؟ طيب وعم اقول لك لانه هالتوزيعات غير مؤكده فبامكان المستثمر ان يكون افتراضات بالنسبه لمعدل النمو المتوقع في هذه التوزيعات. يعني انا بدي احتفظ بهالسهم لفتره ابديه. طيب هالتوزيعات اللي بدها تجيني توزيعات ثابته ولا عم تنمى؟ طيب إذا عم تنمى بمعدل ثابت ولا معدل متغير؟ هدول الفرضيات اللي بدنا نشوفهم هلا. إذا بدنا نشوف 3 فرضيات. الفرضية الأولى عدم نمو التوزيعات، يعني بمعنى عم نفترض إنه أنت عم تاخذ نفس التوزيعات في كل مرة. هذا الافتراض بيفترض يعني قائم على افتراض ضمني انه ارباح الشركة لا تنمو والشركة بتوزع كامل ارباحها على حملة الاسهم. بتقلي بس هذا افتراض غير منطقي، ولكنه افتراض قائم. يعني هون عندك معدل النمو في التوزيعات صفر، ما عم تنمى التوزيعات. في هذه الحالة او في هذا الافتراض كيف نحسب القيمة الحالية للسهم؟
امر بسيط جدا، تاخذ التوزيعات اللي هي نفسها ما عم تتغير ما عم تنمى، وبتقسمهم على كي شركة، هون معدل العائد المطلوب على السهم العادي من طرفه للمستثمر، يعني امر بسيط جدا. ناخذ مثال على ذلك، بفرض عندك المعطيات التالية حول سهم عادي ما، توزيعاته للسهم 6 دولار، يعني كل ما وزعنا بناخذ 6 دولار، كل ما وزعت شركة يعني حامل السهم بياخذ 6 دولار، ومعدل العائد المطلوب من قبله للمستثمر 12%، معناتها صفى نحسب القيمة الحالية، هون أمر بسيط، القيمة الحالية للسهم العادي في ظل هالفرضية، ناخذ التوزيعات ونقسمها على معدل العائد، 6 تقسيم 12% بيطلع عندك 50 دولار هي القيمة الحالية للسهم في ظل هذه المعطيات. واضحة الأمور؟ الفرضية الثانية بتقول لا، خلينا نفترض انه هالتوزيعات مانا نفسها عم تنمو، وعم تنمو بمعدل نمو ثابت، يعني عندي انا الارباح الموزعة عم تنمو بمعدل نمو ثابت. في هذه الحالة برجع القانون نفسه، بس القانون كفكرة هو نفسه، بس انا عم بدل فيه على ضوء الظرف اللي انا فيه، على ضوء الفرضية اللي عم بشتغل فيها. في هذه الحالة بيكون القيمة الحالية للسهم العادي بتساوي، شوف، مجموع من كيف تساوي الواحد حتى لا نهاية، دائما لا للنهاية. ليش؟ لأنه أنا عم بفترض أنه محتفظ بالسهم لفترة لا نهائية، بس هون التوزيعات بده تتغير طبيعتها، عندي أنا توزيعات عم تنمى بمعدل نمو ثابت، فكيف بحسب أنا التوزيعات في هذه الحالة؟ باخذ توزيعات بي صفر، هي توزيعات بداية الفترة أو آخر توزيعات أنا حصلت عليها، بضربها بواحد زائد جي، واحد زائد جي هي معدل النمو الثابت، يعني جي هون الرمز هاد معدل النمو الثابت في التوزيعات، اسدي العداد تبع المجموع على واحد زائد معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر، اسدي كمان. واضحة الامور لحد الان؟ طيب هلا سؤال، اذا انا بدي اجي اطبقه لهالقانون، معي دي صفر صفر ومعي جي، كيف بدي يطبقوا لهذا القانون؟ بيطبق معي برأيكم؟ معي معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر؟ بيجي انا لطبق هالقانون، بدي اطبقه انا، عوضت المعطيات فيه، كيف بدي يطبق معي هالقانون؟ في اشارة لا نهاية، ضل بحسبه للا نهاية مثلا؟ معك يا خليل؟ في لا نهاية، في عندي إشارة لا نهائي. شو يعني إشارة لا نهائي؟ يعني بدي ضل طبعه من هون ليوم القيامة، مظبوط؟ ما عندي عدد مرات محدد، عدد لا منتهي، يعني بدك تضل تحسبه من هون إلى ما شاء الله. طيب معناتها ما بيطبق القانون على أرض الواقع، ما هي؟ شو بعمل أنا؟ معناتها بدنا نلاقي له حل لهذا القانون، بدنا نبسطه، معي؟ ولنبسطه استخدمنا نموذج جوردن، نموذج جوردن ذو النمو الثابت في التوزيعات. نموذج جوردن هو يعاد صيغة مبسطة لهذا القانون اللي عرضناه لكم اياه. نموذج جوردن نفسه بيفترض انه معدل الخصم اللي هو معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر اكبر من معدل النمو في التوزيعات، يعني لحتى تستخدمه بده يكون هذا الشرط متحقق عندك. وعلاقة نموذج جوردن هي بي صفر تساوي دي واحد على كي ناقص جي، كي معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر، والجي هو معدل النمو الثابت في التوزيعات. شفتوا ليش افترض انه معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر لازم يكون اكبر من معدل النمو الثابت في التوزيعات؟ لانه اذا كانوا متساويين معناتها بدنا نقسم على صفر، ما هي؟ اذا قسمنا على صفر شو بده يعطينا الناتج؟ بده يعطينا، عم تقول، عدد نسرين. شو هذا العدد يا نسرين؟ 5 6 7 قد ايه يعني؟
خليل عم يقول صفر. خمسة ولا صفر؟ عدد نسرين حددي شو العدد يعني؟ خمسة ستة سبعة، وخليل عم يقول صفر. بقى أيه بدنا ناخذ، نسرين ولا خليل؟ علا عم يطلع ما بيطلع قيمة. وسام عم يقول ما بنقدر نقسم. خليل عم يقول الضرب مثل القسمة. الضرب مثل القسمة؟ لا، زعلتني منك يا خليل جدا كثيرا. رنا عم تقول لا يمكن التقسيم. نسرين انت معنا يا نسرين؟ عم اقول لك شو العدد اللي كتبتي لي اياه. انت قلتي لي بيطلع عدد، شو هذا العدد يعني؟ كيف يعني؟ يا خليل انت قلت لي اول شيء بيطلع انه قيمي، ورجعت قلت لي الضرب مثل القسمي. هل يعقل ان نقول الضرب مثل القسمي؟ نسرين عم تقول انه البسط تقسيم المقام اذا قيمته صفر بيطلع نفس البسط. اذا قسمنا قصدك على صفر بيطلع نفس البسط، يعني مثلا خمسة على صفر يساوي خمسة، هيك قصدك نسرين؟ ما هي خمسة تقسيم صفر يساوي خمسة. طيب يا نسري، خمسة تقسيم واحد شو بيساوي؟ خمسة تقسيم واحد بيساوي خمسة، يعني خمسة تقسيم واحد مثل خمسة تقسيم صفر. ماشي يا نسري؟ معقول يا الحكي؟ خمسة تقسيم واحد مثل خمسة تقسيم صفر، ما في فرق. هيك زعلنا كثير منكم، هيك زعلنا جدا كثيرا. هدول بالابتدائي يا جماعة، يا جماعة هدول بالابتدائي يا نسرين. منقسم على صفر لا نهاية. انت معك خمس رمانات بايدك، خمس تفاحات، خمس تفاحات بدك تعطيهم لصفر، بدك تعطيهم لصفر، شو بيطلع؟ عدم تعيين لا نهاية، عدم تعيين. إذا خمسة تقسيم واحد يا نسرين مو مثل خمسة تقسيم صفر، هذا واحد. ويا خليل الضرب مو مثل القسمة، أنت بتضرب بصفر يساوي صفر، بس ما بتقسم على صفر، بتقسم على صفر عدم تعيين. ما هي هيك زعلنا شوي منكم. ها إذا نموذج جوردن افترضوا انه معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر لازم يكون اكبر من جي، من معدل النمو الثابت بالتوزيعات، لانه اذا كانوا مثل بعضهم ما بنقدر نحسب في صفر، بيطلع عندي عدم تعيين، قيمه غير محدده. طيب اذا كانت معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر اصغر من معدل النمو الثابت بالتوزيعات، ما انت صفينا عم نقسم على سالب، موجب تقسيم سالب شو بيساوي؟ سالب. طيب هل يعقل ان تكون قيمة السهم سالبة؟ يعني انت معك سهم قيمته ناقص خمسة؟ اذا لا يمكن ذلك. معي؟ تكون يا صفر يا قيمة موجبة. معناتها لا سالب ممكن ولا صفر ممكن، معناتها لازم يكون معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر اكبر من معدل النمو الثابت بالتوزيعات. هذا سبب، هذا الشرط اللي اشترطه انه يكون كي اكبر من جي. هدي واحد شايفينه امامكم هي دي صفر اخر توزيعات حصلت عليها مضروبة بواحد زائد معدل النمو الثابت في التوزيعات. واضحة الفكرة للجميع؟ طيب مثال واحد، بفرض انه عندنا المعطيات التالية: توزيعات السهم 2.5 دولار، معدل النمو الثابت بالتوزيعات 6%، معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر 12%، شوف 12 أكبر من 6%. حساب القيمة الحالية للسهم على ضوء هذه المعطيات بي صفر تساوي 2.5 آخر توزيعات حصلنا عليها،
او توزيعات بدايه الفتره مضروبه بواحد زائد معدل النمو الثابت بالتوزيعات على معدل عائد مطلوب من قبل المستثمر ناقص شو؟ معدل نمو الثابت بالتوزيعات. بيطلع عندي 44.16 دولار هي القيمه الحاليه للسهم على ضوء هذه المعطيات. مثال اثنين، عندي معطيات حول سهم عادي ما، توزيعات السهم العادي 3 دولار ومعدل النمو الثابت 8% ومعدل العائد مطلوب 12%، اذا عم طبق القانون انا معي، بيطلع عندي شو؟ 27 دولار. واضحين المثالين؟ هلا شفنا نحن فرضيتين، فرضيه انه الارباح نفسها ما عم تنمى، وشفنا فرضيه ثانيه انه الارباح عم تنمى بمعدل نمو ثابت. هلا بدنا نشوف الفرضيه الثالثه، انه الارباح التوزيعات يعني عم تنمى بمعدل نمو بس ما هو ثابت. هون بقى حطنا الجمال معي، اذا اختلاف معدلات النمو في التوزيعات. في هذه الحالة بدك تستخدم العلاقة التالية، القيمة الحالية للسهم تساوي مجموع تي تساوي الواحد حتى ام. هون قبل ما اشرح لك انا القانون بدك تفترض عندك فترتين، فترة نمو عادي في التوزيعات وفترة نمو، طول بالك يا معتز، فترة نمو عادي في التوزيعات وفترة نمو غير عادي في التوزيعات. هذا فكرة القانون. نيجي هلا بقى على القانون. الجزء الأول منه يا معتز هي فترة النمو غير العادي، معاذ عفوا، فترة النمو غير العادي في التوزيعات. فترة النمو غير العادي في التوزيعات. ففترة النمو غير العادي بالتوزيعات افترضناها هي M. M عدد معين من السنوات، لنفرض 3 سنوات يساوي M. مجموع شو؟ دي صفر آخر توزيعات حصلنا عليها أو توزيعات بداية الفترة مضروبة بواحد زائد جي. جي هون مختلفة، هي معدل النمو غير العادي في التوزيعات. اس دي على واحد زائد معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر زائد زائد شو؟ زائد دي ام زائد واحد. دي ام زائد واحد هي التوزيعات بالفترة التالية للفترة ام. الفترة ام شو هي؟ فترة التوزيعات غير العادية. نحن عندنا فترتين، فترة توزيعات غير عادية وفترة توزيعات عادية. الفترة التالية لفترة التوزيعات غير العادية هي فترة التوزيعات العادية، رمزنا ل M زائد واحد. دي M زائد واحد يعني التوزيعات بالفترة M زائد واحد على معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر ناقص GN. GN هي معدل النمو العادي في التوزيعات. إذا G معدل النمو غير العادي، GN معدل النمو العادي، ضرب واحد على واحد زائد معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر اس ام. ام فترة النمو غير العادي في التوزيعات. واضح القانون؟ بفرض عنا المعطيات التالية حول السهم عادي ما، دي صفر 2.5 دولار، جي معدل نمو العادي غير عفوا غير العادي بالتوزيعات 10%، كي معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر 14%، جي ان معدل النمو العادي في التوزيعات او الطبيعي 5%، وام عندك انت فترة التوزيعات غير الطبيعية 4 دولار او عفوا 4 سنوات 4 اعوام، المطلوب القيمة الحالية للسهم العادي. هلا انت بس طلعت بهالمعطيات فهمن على الشكل التالي، انا موجود هلا هون بهاللحظه امامي 4 سنوات، امامي 4 سنوات بيكون التوزيع فيهم غير طبيعي معدله 10%، وانا بهاللحظه هي توزيعاتي قد ايه؟ دي 0.2.5.
جاي على فترة مدتها 4 سنين، معدل النمو التوزيعات بيكون فيها 10%، وبس خلص هالفترة النمو غير الطبيعي بالتوزيعات، يعني بعد 4 سنين بدخل بفترة النمو الطبيعي للتوزيعات اللي هي 5%، ودائما معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر 14%. واضح كيف نقرأ المعطيات؟ هلا بنيجي بدنا نطبق القانون. القانون تطبيقه سهل في نقطة واحدة، عوضت أنا بالقانون كله، بس ضل عندي بالقانون، رح رجعكم على القانون. القانون بتطلع في كل المعطيات عندي، معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر 14% وام تساوي 4، معدل نمو غير طبيعي بالتوزيعات 10% والطبيعي 5%، يعني زي كله معي. شو اللي ما نو معي؟ دي ام زائد واحد، دي ام زائد واحد ما نو معي، هذا اللي بدي احسبه. بحسبه وبعوض بالقانون تطلع معي 3.01. طيب دي ام زائد واحد شو هي؟ هي فترة التوزيعات الطبيعية، فترة التوزيعات الطبيعية شو الفترة اللي بتسبقها؟ بتجي قبلها فترة التوزيعات غير الطبيعية، مظبوط؟ فترة التوزيعات غير الطبيعية، فترة التوزيعات غير الطبيعية بلشت بتوزيعات 2.5، توزيعات بداية الفترة أو توزيعات نهاية الفترة. هيك بدك تفهم الأمور مشان ما تخربط. إذا أنا موجود بالفترة الأخيرة اللي هي دي إم زائد واحد. شو القانون شو بيقول لك؟ بيقول لك توزيعات بداية الفترة أو بداية الفترة أنت فيها أو آخر الفترة السابقة مضروبة بواحد زائد معدل النمو بالتوزيعات. هذا القانون، هذا فكرة القانون. طيب معناته أنا بالفترة دي إم زائد واحد بيساوي التوزيعات نهاية الفترة السابقة، نهاية الفترة السابقة يعني نهاية ال4 سنوات، معي؟ ما كان عندي أنا M تساوي 4، معناته أنا بدي أشوف دي 4 مضروبة بشو؟ بواحد زائد معدل النمو الطبيعي في التوزيعات. طيب نرجع، جي إن معي 5%، بس دي 4 ما أنا معي، برجع لدي 4. طيب أنا موجود دي 4، يعني أنت موجود بنهاية ال4 سنوات، بدايتها وين؟ دي صفر. بداية ال4 سنوات هي دي صفر اللي هي 2.5 دولار، معي؟ مضروبة بواحد زائد جي، معدل نمو غير الطبيعي بالتوزيعات، اس ام لانه 4 سنوات، بعوض دي صفر بعوضها ب2.5، جي بعوضها ب10%، والام بعوضها ب4، بيطلع معي 3.66 دولار. هال3.66 هي دي 4، هي دي 4، برجع بعوض بالعلاقة الأولى، معناتها بتصير عندي دي ام زائد 1 بيساوي 3.66 دولار مضروبة بواحد زائد معدل النمو الطبيعي في التوزيعات 5% بيساوي 3.843 دولار. طلعت دي ام زائد 1، برجع بعوض وين؟ بالقانون، بحطها هون وبقية المعطيات معي بعوض فيها. بيصير عندي بي صفر تساوي مجموع من تي تساوي الواحد حتى الاربعة، دي صفر 2.5، واحد زائد 10% معدل نمو غير طبيعي بالتوزيعات، اس واحد لانه بالسنة الاولى، على واحد زائد معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر 14%، اس واحد سنة اولى. هذا الكسر تحسبه 4 مرات، هذا الكسر تحسبه 4 مرات لانه عندك ام تساوي 4، عندك ام تساوي 4، تحسبه 4 مرات، كل مرة بتطلع الناتج واخر شيء بتجمعه، زائد دي ام زائد 1 طلعناها 3.843 على معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر ناقص معدل نمو الطبيعي في التوزيعات ضرب كسر ضرب كسر، 1 على 1 زائد معدل العائد مطلوب من قبل المستثمر اس ام ام 4. احسب هالكسر اضربهم ببعضهم، ناتج اجمعهم مع الناتج الاول،
بيطلع معك 34.493 قيمة في صفر، يعني القيمة الحالية لها السهم على ضوء هذه المعطيات. واضحة للجميع؟ بنقصره اذا بدك، شيل منه شقفه يا خليل، شيل منه الكسر الاخير فرضا. فهم وفهم يا خليل، دائما القانون فهم وفهم. اذا بدك تحفظه، في بعض الطلاب يحفظوه حتى بالرموز. لا انت فهم وفهم، القانون بده فهم. فهمك له كثير يعني بخليك تتذكره بالامتحان. أما إذا حفظته هيك حفظ صراحة بين نفسك، في شيء ما هو واضح بالقانون؟ مقرك أنت عم تسمعينا يا مقرك؟ اه لسه ما فتي بالجو، بدك تحاولي تخلي بالجو يا مقريك. اي المثال اللي شرحناه كثير مهم، ها يعني تفهميه كثير امر مهم. طيب اوكي، هذا اهميه انه الطالب يفوت على الوقت، لانه بس فات الطالب مأخر في افكار بقى بدها تروح عليه، لانه بنكون بلشين بالفكره احنا قبل ما يفوت، فبتروح عليه الافكار او بعض الافكار. طيب نيجي هلا على تقييم الاسهم الممتازه، نيجي على تقييم الاسهم الممتازه. ولا يهمك يا مدرك، ترجعي تسمعي اذا في عندك اي تساؤل تساليني. تقييم الاسهم الممتازه، عم اقول لك نحن لما بنقيم الاسهم الممتازه بنقيمها بنفس الطريقه اللي شفناها بالنسبه للاسهم العاديه. ماذا يعني ذلك؟ نحن بالاسهم العاديه لما قيمنا السهم العادي كنا نخصم هالتوزيعات، التوزيعات تبع او توزيعات الاسهم السهم العادي نخصمها بسعر خصم معين اللي كان عاده هو معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر لحتى نحسب قيمته الحالية. نفس المبدأ بنتبعه نحن بالأسهم الممتازة، ولكن ما هي النقاط الواجب أخذها بالحسبان لما بدك تقيم السهم الممتاز؟ يعني هني بيشبهوا بعضهم بس مو انه متطابقين بنسبة 100%، لأنه السهم الممتاز غير السهم العادي. هون الأمر أسهل، الأمر أسهل بالنسبة لتقييم الأسهم الممتازة، لأنه توزيعات تماما علا توزيعات الاسهم الممتازه ثابته مثل ما بنعرف، ما بتتغير، هي نسبه ثابته من القيمه الاسميه للسهم الممتاز، هذا شفناه بمحاضره التمويل طويل الاجل، وما بتنمى خلال السنوات، هي نسبه ثابته ما بتتغير. اضافه لذلك لما عم نقيم السهم الممتاز عم نعتبره انه نحن يتم الاحتفاظ به لفتره ابديه، يعني ما عندنا مثل السهم العادي اخذنا حالتين، حاله عم تحتفظ فيه لفترات متعدده وحاله انك عم تبيعه بعد فتره زمنيه معينه. هون بدنا نشتغل على اساس انه انت محتفظ فيه لفتره ابديه، اذا صف الموضوع اسهل. والنموذج اللي بدك تستخدمه لتطبيق او اللي بدك تطبقه او تستخدمه لتحسب القيمه الحاليه للسهم الممتاز هو نفسه اللي شفناه واللي استخدمناه بالاسهم العاديه، نفس الشكل ولو تغيرت الرموز هون، بس هو نفسه. البي صفر تساوي المجموع، تي تساوي الواحد، حتى اللا نهائي
لدي بي. دي بي هي توزيعات السهم الممتاز على 1 زائد معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر، المستثمر في السهم الممتاز اللي حطينا له بي، اس بي العداد. ولكن باعتبار في عندنا اشاره لا نهايه هون، ما بنقدر نطبق هالعلاقه، معي؟ بنضل نحسبه الى لا نهايه، مو معقوله. استبدل بسط هذا القانون بالقانون اللي بعده، دي صفر تساوي دي بي على كي بي. هذول معناتها صفين عم نقسم قسمه، معي؟ معناتها بيكون عندي التوزيعات معروفه وبيكون عندي معدل العائد معروف، قسمهم على بعضهم تطلع عندي بي صفر اللي هي القيمه الحاليه للسهم الممتاز. شوفوا المثال ما اساله. اذا كانت احدى الشركات بتدفع 5 دولار توزيعات للسهم الممتاز، فما هي قيمة السهم لمستثمر يطلب 12% عائد على الاستثمار؟ يعني احسب لي القيمة الحالية للسهم الممتاز، يعني احسب لي بي صفر على ضوء هذه المعطيات. بي صفر تساوي 5 على 12% بتطلع 41.67 دولار. هذا أهم من السهم العادي، قصدي تقول لي أسهل، ما هيك يا علان؟ طيب، ما هي القيمة حالي للسهم ممتاز في ضوء المعطيات التالية؟ كمان نفس الشيء، شوفي توزيعات 6.3 دولار ومعدل عائد 10%، بنقسمهم على بعضهم $63. هلا أسامة عم يقول والله إذا إجانا هذا التمرين بالامتحان والله لنكيف، ما هيك يا أسامة عم تقول؟ شفت يعني نحن دكاترة الجامعة بنعرف بالغيب، دغري حذرت أنا. هلا أنا مدرك قلت أسامة لأن أسامة على المعتبر هو بيمثل كل الطلاب، فقلنا أسامة. كمان فيك تحتفل فيها براس سنة، بيصيروا 6 احتفالات إنه يجيك هيك سؤال الامتحان. وبتعرفوا الأسئلة شاملة، ما هي؟ اللي قدم عندي مواد سابقة بيعرف انه الاسئلة شاملة. المشكلة انه احيانا بتجيب سؤال مساعدة بروح. هذيك اليوم كان عندي امتحان بجامعة خاصة، فجبت لهم سؤال مساعدة خيارات، يعني multiple choice. ف المادة هي مبادئ الإدارة، فعم قل لهم إنه المدخل الكمي بالإدارة، المدخل الكمي أو النظرية الكمية بالإدارة اللي هي تم تطويرها بناء على التطبيقات اللي صارت أو الاستخدامات اللي صارت بالحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية كانوا يستخدموا الرياضيات بالحرب بعض التطبيقات، من هون أخذوا الفكرة إنه يستخدموا التطبيقات بالإدارة. وهذا شارح لهم إياه بالمحاضرة، انه بالحرب العالميه الثانيه بلشت النظريه الكميه بالاداره. فانا جايب له سؤال بلشت الاداره الكميه خيارات، الحرب العالميه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. في عندي 5 طلاب مختارين الحرب العالميه الثالثه، و4 طلاب الحرب العالميه الرابعه. يعني شو بتجي؟ طبعا ما في مدرك، اكيد ما في. في حرب عالمية أولى وثانية، ونحن الحرب العالمية الأولى ما جبنا سيرتها بالمحاضرة، نحن قلنا أنه هذا الأمر صار بالحرب العالمية الثانية. فمختر لي الحرب العالمية الرابعة والثالثة، ولما سألته قال لي السؤال بيخربط. قلنا له معك حق، ما عاد نعيده. فأحيانا بتجيب هيك سؤال بيرو مو شايف أنه سهم ممتاز، فكر وعادي ودخل لي بالمعادلة الطويلة هذيك الطويلة تبعت خليل، ودخل لي فيها وطلع معه ناتج خطأ. طيب هلا بنيجي على تقييم السندات. الأسئلة شاملة، ما هيك يا علا؟ أنت قدمتي مواد عندي بتكون الأسئلة شاملة. السندات كمان لسه تقييمه أسهل. السندات لانه السند واضح، السند له قيمه اسميه وله سعر فائده ثابت معي،
وبالتالي تدفقاته النقدية ممكن نحسبها بدقة، وبالتالي التقييم بيكون أسهل. معي؟ ما له معدل نمو السند، لا. السند بيكون له سعر فائدة ثابت. معي؟ وبالتالي تدفقاته النقدية هن قيمة السند بتاريخ الاستحقاق، القيمة الاسمية للسند بتاريخ الاستحقاق زائد فوائد السند. ولكن لما بدنا نحسب نحن القيمة الحالية، رام عم تقول لي رنيم تعتذر، فصل عند البرنامج وما عاد فتح الليلة. تسمع المحاضرة مثل العادة اوفلاين، واذا عندها اي سؤال تسألني، هذا امر خارج عن ارادتك، ما فينا نعمل شيء. اذا بدنا نميز بين حالتين، حالة تقييم السندات باسعار فائدة سنوية، والحالة الثانية نصف سنوية. الحالة الأولى لما بدنا نقيم السندات بأسعار فائدة سنوية، نفس القانون، رجعنا على القانون نفسه ولو تغيرت الرموز، بس هو الفكرة نفسها. القيمة الحالية للسند تساوي مجموع تي تساوي الواحد حتى ان ان، فترة احتفاظك بالسند قد يضل معك، 5 سنين 6 سنين 10 سنين، اللي هو اي هو فائدة السند، على واحد زائد معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر اس تي تعداد، زائد ام هي القيمة الاسمية للسند اللي بتحصل عليها في تاريخ الاستحقاق في نهاية الفترة، على واحد زائد معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر اس ان مدة الاحتفاظ بالسند. اذا الامر بسيط. مثال، بفرض عنا المعطيات التالي حول سند ما، معدل الفائدة 10% تدفع بشكل سنوي، والقيمة الاسمية للسند 1000 ليرة، ومعدل العائد المطلوب 10%، وان تساوي 8 سنين، يعني انت بدك تحتفظ بالسند 8 سنين، نعوض بالقانون ما بدك شيء. في دي صفر تساوي مجموع تي تساوي الواحد ان حطيناها 8، اي 100، 10% ضرب 1000، 10% ضرب 1000 100، على واحد زائد معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر 10% اس واحد، لانه السنه الاولى. هذا الكسر الاول بدك تعيده شو؟ 8 مرات. اول مره بتحط اس واحد، ثاني مره اس اثنين، اس ثلاثه، اس اربعه، بنعيده شو؟ 8 مرات، بس بتغير الاس في كل مره، وكل مره بتحط الناتج هيك على جنب، واخر شيء بتجمعهم كلهم، بيطلع معك شو؟ نتيجه الكسر الاول. زائد 1000 على 1 زائد معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر اس 8. هون بتطالع اول شيء هاد، بعدين بتقسم ال 1000 عليه، الناتج بيطلع معك هون، بتكون هدول الكسر الاول مجمعهم وحاطهم على جنب، بتجمعهم هدول الناتجين مع بعضهم، بيطلع عندك 1000 دولار. في شيء معنى واضح؟ طيب هلا الحالة الثانية، لما عندك عم تقيم بسعر فائدة نصف سنوي. شو يعني سعر فائدة نصف سنوي؟ يعني الفائدة ما بتنحسب سنويا، كل نصف سنة بدها تنحسب، معناتها السنة صار جزئين، معناتها المدة صارت مضاعفة. ما هي المدة صارت الضعف. القانون نفسه، القانون نفسه، بس بتعدل فيه امر بسيط، ان بتضربها باثنين لانه ضاعفت الفتره. معي؟ ان بتضربها باثنين، والفائده بتقسمها على اثنين، ومعدل العائد مطلوب من قبلك بتقسمه على اثنين. اذا الفائده مقسمه على اثنين، معدل العائد منقسمه على اثنين، وان بنضربها باثنين، ان ضربناها هون باثنين وهون باثنين، وضل كل شيء لحاله. 8 بتصير 16، برافو اسامه. والمية اللي كانت هون بصير 50. معي؟ عمل لك بأخذ بيانات المثال السابق مع افتراض أن الفائدة تدفع بشكل نصف سنوي، تكون القيمة الحالية للسند في هذه الحالة على الشكل التالي. شوف N صار 16 لأنه الـ M عفوا الـ N كانت 8، هون بشكل نصف سنوي ضربناها ب 2 صارت 16.
المية قسمناها على اثنين، العشرة بالمية قسمناها على اثنين، وهون ايه ضربناها باثنين، وبقية المعطيات ظلت على حالها والناتج ظل مثل ما هو. ايه هون طبعا نجريك، هون بدك تحسبي لهذا الكسر 16 مرة. هلا على الآلات الحاسبة الحديثة بتحطي العلاقة هي مجموعة تي تساوي الواحد حتى 16، يعني بتعوضي بالقانون نفسه بالآلات الحاسبة بيطلع لك، ما في داعي انه يدويا، بس انا قلت لكم شوي يدويا كيف تعملها. هلا اسامه عم يسالني، عم يقول لي اذا جبت لنا اياه بالامتحان بتجيب لنا ان تساوي 17؟ لا يا اسامه 17 ما حجيب لك. نجرك عم تقول لي تبع الكمبيوتر فيه المجموع ما بتخيل، ماني شايفه، رح شوف لك على الارجح، لا بس ما حجيب لك 17 انا يعني. ما أنا موجودة. سبعة عشر كثير. هلا لما بيكونوا مرتين ثلاث مرات كيف تحسبهم يدوي بتاخذ وقت. أما 17 لا. هيك بنكون خلصنا موضوعنا. موضوعنا الجزء اللي كان متبقي من المحاضرة الماضية يعني. في أي سؤال عليه؟ نحن خطتنا نبلش كمان بالموضوع الجديد، ما هي مو كثير، نبلش فيه شوي يعني لانه معنا وقت نحن لنخلص المقرر بدون ما نكون مضغوطين يعني. نحن قلنا لسه عندنا موضوع غير هذا الموضوع ولسه عندنا محاضرتين، وبالتالي نحن يعني بنعطي شي 10 سلايدات من هذا الموضوع، بعدين بيظل الموضوع الاخير يمكن شي 45 سلايد، ومن هون بيظل 20 65 لكل محاضرة، من هون 30 بيزبط. هي الخطة يعني. هلا ممكن زائد ناقص ممكن هالشي. جاهزين للموضوع الجديد؟ إذن الموضوع هو إعادة هيكلة الشركات. هدفنا منه نعرف كيف تنعاد هيكلة الشركة وكيف بتتصفى وشو يعني إعادة الهيكلة. هلا التصفية تصفية الشركة مفهومه وارد يعني مألوف، إنه صفينا الشركة يعني بعنا أصولها بالمزاد العالمي. أما إعادة هيكلة الشركة أو أحيانا بيستخدموا إعادة تنظيم، نفس الامر ربما ما يكون واضح بالنسبه لكم، فهذا بدنا نوضحه اليوم. نقاط المحاضره افكارها يعني عناوينها، اول شيء بدنا نشوف تعثر الشركات وافلاسها، اسباب تعثر الشركات، الافلاس والنظريات الماليه، مراحله للافلاس، اعاده التنظيم والتصفيه. النقطة الأولى تعثر الشركات وإفلاسها. عم أقول لك متى تتعثر الشركة وتفشل في أعمال. الشركة بتتعثر لما هي بتوصل لمرحلة بتصير غير قادرة على سداد التزاماتها. بنقول الشركة الفلانية متعثرة بسداد التزاماتها، ولكن لما بتتعثر الشركة في سداد التزاماتها الجاري لازم نميز بين حالتين. الحالة الأولى بتكون هي ما عم تقدر تسدد التزاماتها ولكن بعض موجوداتها أكبر من مطالبها. الحالة الثانية تفاقمت، الحالة الثانية بيكون الأمر تفاقم، بتكون الشركة كمان ما أنا قادر على سداد التزاماتها ولكن تفاقم الأمر وصارت المطالب أكبر من الموجودات. بالحالة الأولى، هلا بالحالتين الشركة فاشلة بنعتبرها نحن، ولكن بالحالة الأولى بنعتبرها فاشلة فنية لطالما الموجودات أكبر من المطالب، ومو بالضرورة تروح أنت على الإفلاس،
اذا الشركه هون انتبهت انه نحن غير قادرين على سداد التزاماتنا، عندنا مشكله، نحن عندنا مشكله باداره استثماراتنا، باداره سيولتنا، ممكن تغير المدير الاستثمارات عنده مثلا او المدير المالي، او تغير بسياساته بسلوكه. يعني بالحاله الاولى اذا تم اتخاذ الاجراءات المناسبه من قبل الشركه بتنحل القصه. اما اذا ما تم اتخاذ الاجراءات المناسبه من قبل الشركه بالحاله الاولى فانت بدك تفوت بالحاله الثانيه. بده يتفاقم الامر. بده تصير موجوداتك اهتلكتها انت، بعت موجودات، ما بقى عندك موجودات اصلا تبيعهم، وصارت المطالب اكبر من موجوداتك، فبنعتبر في هذه الحاله انه انت صفيت باقصى درجات الفشل المالي. حقوق ملكيتك شوف استهلكت في سداد الالتزامات السابقه. بالحاله انت لوين بدك تروح؟ بدك تروح على الافلاس. البعض يعتقد حينما تصل الشركة إلى الإفلاس معناتها تصفي، ليس بالضرورة. الشركة لما يعلن إفلاسها ليس بالضرورة أن تروح على المزاد العالمي وتتصفى. في عندك ممكن تتصفى، هذا احتمال، لما ما عاد في أمل من الشركة خلص منتهي أمره يعني. أما لما بعد في أمل بالشركة ممكن ينعمل إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة. هدول بدنا نشوفهم بمحاضرة اليوم. واضحة الأمور لحد الآن؟ طيب، شو هي أسباب تعثر الشركات؟ عندك أول شيء الاختلال بالعمليات الإنتاجية. عندما ما عندك سياسة إنتاجية واضحة، عم تنتج وعم تخزن بهالمستودعات ومنتجك ما عليه طلب. هذا السبب الأول والثاني، شوف بيشبهوا بعضهم. او عندك اختلال بالعمليات الانتاجيه، انه التكاليف عندك مرتفعه كثير، وبالتالي انت عم تضطر ترفع السعر لتغطي التكلفه، معي؟ وبالتالي انت السوق التنافس، السوق اللي انت فيه سوق تنافسي ما بيسمح لك، فصار تتكدس السلع عندك انت بالمستودع. المنتج اللي انت عم تنتجه ما هو منتج يلبي احتياجات المستهلكين، وبالتالي الطلب عليه عم يكون منخفض. انخفاض الطلب على منتجك معناته انخفاض مبيعاتك. الروح المعنوية للعاملين منخفضة. الروح المعنوية منخفضة، بتعرفوا لما الروح المعنوية منخفضة للفرد العامل معناته أداؤه بصير أقل، ما هي؟ لما أداؤه أقل معناته أخطاء أكبر. معناتها أخطاء أكبر، معناتها عيوب بالإنتاج أكبر، معناتها انخفاض بالمبيعات، معناتها انخفاض بالأرباح، معناتها انخفاض بقدرتنا على سداد التزاماتنا. تضارب الآراء في إدارة الشركة. هلا التضارب غير الاختلاف، الاختلاف ضروري، كل ما كان في اختلاف أكثر، اختلاف يؤدي إلى حلول مبتكرة. يعني لما مو بالضرورة تكون فكرتك مثل فكرتي، لما نحن كلياتنا افكارنا مثل بعضنا معناتها تحولنا من 20 شخص لشخص واحد. بالمقابل لما بتكون افكارنا مختلفه هذا الامر بيولد لي شو حلول مبتكره. هذا الامر كله بيختلف عن تضارب، تضارب يعني مثل عناد، كل واحد بده متمسك برايه. مدير الانتاجي راي شكل، والمدير التسويق راي، والمدير المالي راي اخر. فالتضارب بالآراء، راحت الفرصة الاستثمارية من قدامك، انخفضت أرباحنا، انخفضت قدرتنا على سداد التزاماتنا. تدهور الموقف النقدي للشركة، كل هالحكي اللي حكيناه ألا يؤدي إلى تدهور الموقف النقدي للشركة؟ لما الروح معنوية منخفضة وعندي آراء متضاربة والعملية الإنتاجية مضابطة، معناتها الموقف النقدي للشركة تدهور، معناتها أنا ما بقدر سدد التزاماتي. انخفاض معدلات التحصيل وارتفاع نسبة الديون المعدومة. أنا الشركة عم بيع بالدين، عم بيع بالدين، السوق تنافسي، اضطريت بيع بالدين، ولكن سياسة التحصيل عندي فيها مشكلة، سياسة متراخية بنسميها، ما عم تابع أنا المدينين اللي حصل منهم، وبالتالي صار عندي رأس مال معطل وسيولتي انخفضت، وجزء من هالبعتهم بالدين تحولوا لديون معدومة.
معي؟ تحولوا لديون معدومة، الديون المعدومة ما بتقلل من أرباحي، مني بدي أنا أتحمل للديون المعدومة من الأرباح، معناتها انخفضت قدرتي على السداد، معناتها تعثرت أنا. ارتفاع حجم الديون، لما بيرتفع حجم الديون هذا الأمر بيزيد لي أول شيء المخاطر بتزيد، هذا أمر أكيد، وثاني شيء بتزيد التكلفة. أنت لما تروح لتاخذ قرض من البنك، أنت شركة وراي لتاخذ قرض من البنك وديونك مرتفعة، ديونك مرتفعة معناتها مخاطرك مرتفعة، البنك بيعطيك قرض بسعر فائدة أعلى بالإضافة لضمانات أكثر. ضمانات أكثر وسعر فائدة أعلى، مو معناتها تكاليف أكثر؟ مو معناتها بدها تنخفض أرباحي؟ معناتها بتنخفض قدرتي على السداد. الخسائر المتتالية، خسارة مرة واحدة تحملناها، بس كل مرة خسارة خسارة، هالخسائر المتتالية بتاكله للأرباح، بتستهلك الأرباح، معناتها بتتلاشى قدرتي على سداد التزاماتي إلى آخره. واضحة أسباب تعثر الشركات؟ كمان عم يقول أسامة إذا بيجينا سؤال نظري من هدول غير شكل، لأنه كثير سهلين، ما هيك يا أسامة؟ طيب أكيد بدنا نجيب، يعني معقولة ما جبتهم من كل شيء شرحته اليوم ما جبت شيء أنا؟ كل شيء شرحناه اليوم سهل، معقولة ما يجي منه شيء؟ دير بالك دائما، بس تفكر حطني ببالك، فكر هيك وهيك دغري بالقصد. طيب بماذا يمكننا تلخيص جملة أسباب تعثر الشركات؟ هذول اللي ذكرناهم كلهم معي، معناتها إدارة الشركة سيئة. برافو خليل، إدارة سيئة معناتها، معناتها سياسات المالية بشقيها التمويلي والاستثماري وكمان التشغيلي، معناتها ما أنا سياسات كفء. ما هي الأمر الذي أدى، ذكروا الأسباب اللي ذكرناها، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الشركة على سداد التزامات. طيب نجي على النقطة الثالثة اللي هي الإفلاس والنظريات المالية. شو هو الإفلاس ومتى يحدث الإفلاس؟ الإفلاس عم بقول لك يحدث عند التوقف عن الدفع. التعثر غير التوقف، ما هي تعثرت بس ما توقفت، بعدني عم سدد، شيء بتأخر وشيء بطلب تمديد، بس هون تم التوقف عن الدفع. وبيصير لما بتكون أصول الشركة غير كافية لسداد قيمة المستحقات، يعني قيمة الالتزامات، قيمة المطلوبات أكبر من قيمة الأصول. والافلاس ضف لكم هون معلومه ماني كاتبه، الافلاس فيني انا اقوله هو الفشل القانوني من الجانب القانوني، لما هذا الفشل تم اعلانه قانونيا، يعني اجى مؤتمر الافلاس من المحكمه بعت الدوله اعلن افلاس الشركه، يعني اشهر فشلنا، هذا بنسميه الافلاس، لحظه اشهار فشل الشركه يعني افلاسها. شو هي النظريات المالية المتعلقة بالإفلاس؟ عندك نظريتين أساسيتين، نظرية ميلر أند مدجرياني، وعندك نظرية التوازن أو نظرية مايرز. طيب أول شيء كان مدجرياني وميلر، فعم أقول لك هون بالنسبة لمدجرياني وميلر عم أقول لك هل تتعرض شركة يتكون هيكل تمويلها من أموال خاصة وقروض لنفس مخاطر الافلاس اللي بتتعرض الى شركه مماثله ولكن راس مالها يتكون فقط من اموال خاصه، ولماذا؟ الامر مختلف معي. الشركه الاولى، الحاله الاولى او الشركه الاولى عندها قروض بالاضافه للاموال الخاصه، اموالها يعني. اما الشركه الثانيه عندها فقط أموال خاصة ما عندها قروض، وبالتالي الأمر بده يختلف هون معي.
الشركة الثانية ما عندها قروض، يعني ما عندها حدا يطالبها بسداد الدين والفوائد، ما عندها دائنين. أما الشركة الأولى عندها دائنين، والدائن إذا ما سددت له دينه بتاريخ الاستحقاق، تاريخ المتفق عليه، معناتها بده ياخذ إجراءات قانونية. هالإجراءات القانونية ممكن تروح لإشهار إفلاسك، وبالتالي مخاطر الإفلاس للشركة الأولى، الحالة الأولى أكثر من الثانية. على الرغم من وضوح هالفكرة، على الرغم من وضوحها، وهذا أمر شايفين إنه أمر بديهي، أنا ما عندي ديون، بالتالي مخاطر الإفلاس عندي منخفضة، أنت عندك ديون. ما قدرت تسدد المشكلة. على الرغم من وضوح هالفكرة، إلا أنه موديجلياني وميلر بالبداية، عند موديجلياني ما خاني ذلك، استبعدوه. لما استبعدوه معناته، معنى كلامهم أنه لا فرق بين التمويل بالقروض والتمويل بالأموال الخاصة من حيث مخاطر الإفلاس، وهذا أمر غير واقعي. واضحة الأمور؟ ما هي تكلفة الإفلاس وهل تؤثر على قيمة الشركة؟ تكلفة الإفلاس هي تتقسم لتكلفة مباشرة وتكلفة غير مباشرة. التكلفة المباشرة للإفلاس تكاليف إدارية، تكاليف إعادة التنظيم. نحن قلنا لما بتوصل الشركة لمرحلة الإفلاس ليس بالضرورة إنه نروح نحن نبيعها بالمزاد العلني، ممكن نعمل إعادة هيكل، إعادة تنظيم إلى هذا الشيء اللي بدنا نبينه ونوضحه. شو يعني؟ يعني بتضلها مستمرة، ولكن مستمرة بالعمل، ولكن بنعمل لها إعادة هيكلة. راح نشوف شو يعني هون. إلى بس إلى تكلفة هون، وعندك تكاليف البيع القسري والمستعجل للأصول. لما أنت بتبيع الأصل بشكل مستعجل بشكل قسري، ما بدك تنزل من قيمته. مثل أنت لما بتنحط بموقف اضطريت تبيع بيتك، مضطر أنت بدك تبيعه اليوم، بدك تنزل من قيمته لحتى تجيب شو حدا يشتري اليوم. إذا بدك تبيعه بسعر السوقي مو شرط ينباع معك اليوم. التكاليف الاجتماعية، تكاليف الاجتماعية شركة فلست، يعني فقد، يعني أنت انفقدت الثقة فيك كمستثمر كشركة. وعندك تكاليف غير مباشرة، المصداقية، حتى فيك تحط هون التكاليف الاجتماعية بتزبط معنا إذا حطيناها ضمن التكاليف غير المباشرة، لأنه يعني التكاليف غير المباشرة عندك المصداقية المالية والتجارية، بتشبه أنت فقدت مصداقيتك بالأوساط التجارية والمالية. وعندك تكلفة الفرصة البديلة، لما أنت فلست معناتها توقفت عن العمل أنت. طيب أنت لو ما توقفت عن العمل، ما كان عندك مبيعات وعندك أرباح، هذا العائد الاستثماري اللي أنت فقدته نتيجة توقفك عن العمل هو بنسميه تكلفة الفرصة البديلة. واضحة الأمور؟ عم تتابعوا معي؟ طيب النظرية الثانية هي نظرية مايرز. عم بقول لك ما هي مراحل تطور هالنظرية. مايرز اجا، اسمه مايرز عشان ما تترجم لي هالكلمة تحطها هلا على الجوجل تشوف شو ترجمة مايرز. هو الحاج مايرز. اجا مايرز بعد موديجلياني وميلر. موديجلياني وميلر كمان هن باحثين بالإدارة المالية. اجا بعدهم، شو عمل؟ انطلق منهم، دخل تكلفة الإفلاس لنموذج ميلر أند موديجلياني. واعتبر مايرز، اعتبر أنه ممكن نحن نحدد حد أمثل للإفتداني. يعني إن كل شركة بتحدد لحالها مستوى إفتداني أمثل، بمعنى فيها تتدين لحدود هذا المستوى. لحدود هذا المستوى ما بيأثر هون، ما بتتأثر تكلفة الإفلاس، أو تكلفة الإفلاس هون ما بتأثر على قيمة الشركة. إذا تجاوزتوا لهذا الحد بتصير هون شو؟ بتزيد عندك الرافعة المالية، وبتبلش تكلفة الإفلاس تظهر عندك وبتأثر سلبا على قيمة الشركة. أو لا، عم تقلي يعني ما بيضرها وممكن
يعني انت عندك لطالما ضمن هذا الحد، ما في شركه ما عندها ديون، ما في شركه ما عندها ديون معي، بس على ارض الواقع اجباري رح يكون عندك ديون. فانت على ضوء امكاناتك وراس مالك بتحدد مستوى استيداني امثل قبل لحدوده، يعني منه وتحت ما بتظهر عندك تكلفة الإفلاس لأنك ضمن الحدود الطبيعية للاستدانة. لما بتتجاوزه تطلع عندك تكلفة الإفلاس اللي بتأثر سلبا على قيمة الشركة. يعني حتى على أرض الواقع خليل، ما في شركة ما أنا أخذ قروض، ما في شركة ما أنا مصدر سندات معي، يعني إجباري الشركة بده يكون عندها ديون. وكمان ما يرد شو عمل، رجع على تكلفة الوكالة، حاولوا يدخلوا تكلفة الوكالة إلى النموذج. تكلفة الوكالة شو هي؟ تكلفة الوكالة إجت طبعا اللي بيحكي عنها هو نظرية الوكالة بشكل أساسي، وعلاقة الوكالة نفسها، علاقة الوكالة هي نتيجة وجود الشركات المساهمة، يعني نتيجة فصل الإدارة عن الملكية. فصار عندي شركة أنا، المدير شيء والمالك شيء آخر. بالشركات المساهمة في عندنا مدير ليس المالك، فهذا المدير عم يدير للشركة ولكن هو ليس المالك. فهون في اختلاف مصالح بين المدير والملاك. هذا الاختلاف المصالح عم يخلي المدير احيانا يدير الشركة بطريقة، المدير التنفيذي قصدي، يدير الشركة بطريقة تحقق مصالحه هو، ومو بالضرورة تكون عم تحقق مصالح الشركة، يعني مصالح الملاك. هذا الفرق بيعمل لي تكلفة اسمها تكلفة وكالة. هالتكلفة الوكالة بتأثر سلبا على قيمة الشركة، بتأثر سلبا على قيمة الشركة، ولكن موديجليانو وميلر ما حكوا عنها، حكى عنها مايرس. بعدين صار إلى نظرية أساسية هي نظرية الوكالة اللي حكى عنها جينسون وميكلين بسنة ال 78 من القرن الماضي. طبعا نظرية ما بدنا نحكي عنها كثير لأنه نظرية عريقة بالإدارة، واستخدمت بالإدارة المالية وبغير الإدارة المالية. في أي استفسار، أي سؤال لحد الآن؟ مراحل الإفلاس، مراحل الإفلاس عندنا نقص بالسيولة بالأجل القصير، يعني هون أنا ما عندي سيولة سجل سدد التزاماتي الجارية. إذا عالجت الأمر عالجته، مبرو أنا على نقص بالسيولة على الأجل الطويل. لما ما عالجت الأمر هون صفى عندي نقص بالسيولة على الأجل الطويل، صفى التزاماتي هلا اليوم والالتزامات الجاي أنا ماني قادر أسددهم. هذا الأمر بنعبر عنه بالعسر المالي الفني، لما بعدهم موجوداتي أكبر من مطالبي، أكبر من التزاماتي. كمان إذا عالجت الأمر هون بإدارة السيولة، بإدارة الاستثمارات، بالإدارة المالية بشكل عام، غيرت سياساتي، غيرت استراتيجياتي، كمان ممكن يتعالج. إذا ما تعالج هذا الأمر بده يروح على عسر مالي كامل. عسر مالي كامل يعني تفاقم الأمر وصاروا المطالب أكبر أكبر من الموجودات. هون بدي أروح أنا على الإفلاس. وصلت على الإفلاس. الإفلاس ليس بالضرورة تصفية. التصفية أحد الحلول الممكنة، ممكن تصفية، وممكن إعادة هيكلة، وممكن انضمام والاندماج اللي شفناه بالمحاضرة مو الماضية، قبل الماضية لما سبقناها لمحاضرة الانضمام والاندماج معي مشان الوظيفة. يعني ممكن أنت بهذا الوضع يجي حدا يشتريك، هذا ما بقى نحكي عنه، لهيك تركته بالأسود. نحن بدنا نحكي عن الحلين اللي ضلوا اللي هن التصفية وإعادة الهيكلة. بنحكي عن إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم وبعدين بنحكي عن الهيكلة.
ممكن يكون سبب للاندماج طبعا. ما انا بشتري شركة بهيك وضع، لانه بهيك وضع تاخذها باقل من قيمتها معي، بس بيكون انت الشركة المشتري بيكون عندها خبرة، يعني قادرة على ان انقاذ لها الشركة اللي هي مثلتي. واضحة الامور لحد الان؟ طيب شوف يا أسامة شو راح أكتب لك هون، لأنه أسامة عم يقول إنه يا أخي قلنا 10 سلايدات، هي صرنا بسلايد 12، ليكون نسيان وخجلان يحكي أسامة. فإلى هنا في أي سؤال على المحاضرة، أي استفسار؟ إذا نحن موعدنا إمتى؟ الخميس الساعة 8. الاحتياطي الإجباري قصدك تبع المصارف اللي بيفرضوا عليك البنك المركزي، هيك قصدك؟ ولا بالشركات يعني؟ شو قصدك؟ طبعا بالنهاية الاحتياطي هو أموال للشركة، ما هي بالتأكيد. إذا نحن يوم الخميس الساعة 8 بنكمل هذا الأمر، هذا موضوع بنحكي عن إعادة التنظيم والتصفي، وبنفوت بالموضوع الأخير ناخذ جزء منه معي. بيجي بعدين يوم الأحد مثل اليوم نعلن النهاية. يلا الله معكم، بتمنى لكم سهرة سعيدة للجميع، ونلتقي الخميس إن شاء الله. مع